إيه؟ أنا هون على مهلك. كنتي رح تتركيني لحالي؟ بس ما تركتيني روح. تعرفي ليش؟ لأنه أول رفيقة وأغلى رفيقة وأقرب رفيقة بالدنيا. رفقتنا رح تضل كل العمر لحتى نصير كبار. كتير منيح. نحن رح نضل مع بعض طول العمر ودائما. متري نانديني ماتت. نانديني انت منيحة؟ بس جومكي قالت لي هاش ليك الشخص المنيح حتى عضت الحية. صدقني ما رح تقدر انها تأذي. قولي كيف صار هيك معكم؟ طيب نانديني انت منيحة؟ يا مدام لو سمحتي قولي انه هاد حلم. اذا بتريدي فيقيني قولي لي انك انت عم بحلم. انا اكيد نايمه رجاء قرصيني مشان فيق من هاد الحلم السيء. فيقيني بدي اشوف نانديني واحكي معها. اذا بتريدي فيقيها فيقيها يا مدام. لا تخلي نانديني تروح وتتركنا. يلا فيقيها لو سمحتي. جومكي انتي مانك نايمة. قولي لي ليش عم تبكي؟ يلا مسحيهم. يلا مسحي دموعك. لا رجاء اتركيني ابكي. نانديني لساتك صغيرة ليش تركتينا؟ ما تركتنا. ناندو منيحة وكانت عم تحكي معي. حابة تحكي معها؟ ناديلا ناديلا جومكي. يلا ناديلا. شو قلتي؟ خالتي خالتي اسمعيها. اسمعي المدام متري شو عم تقول. شكله ما بقى في براس عقل. هالمسكينة أكيد فقدت عقلها. فقدت عقلها وما عم تستوعب شو عم تحكي. شو صار لها يا خالتي؟ شو صار لك خالتي؟
شفتي جامكي؟ ناندو عايشة. خالتي نانديني نفدت من الموت، لا تقلقوا. ايه هاد خبر كتير حلو، انا مبسوطة مشانه. المدام نانديني، المدام نانديني عايشة، ما عم صدق. كتير منيح عن جد، انا كتير مبسوطة. ما عندك فكرة بنتي عن اللي صار فينا اليوم. بحياتي ما شفت حدا قدر يتغلب على السم الحية. كتير منيح، بتمنى تضلي منيحة وتعيشي بقية حياتك بدون مشاكل يا بنتي. الحكيم عطاني قطعة القماش هي. متأكدة إنك نفدتي بسببها. هي القطعة أنقذتك. بس نانديني في شغلة ما عم أفهمها. ليش الحكيم ناجيشوار عطاني إياها؟ جومكي تعالي. بدك شي؟ لا أبداً، جيت مشان أطمن على نانديني. يعني وقت الحية الكبيرة تلدغ حدا هو بيموت، بس نانديني قدرت تنفض من الموت. بس أنتي شو عرفك إنه اللي صار معها بسبب حية؟ الشي اللي بقصده إنه يمكن عضة تعبان. أنا يا مدام بس هيك طلعت معي بعفوية، يعني أنا توقعت هالشي. عنا بالقرية الناس بتصدق هيك شغلات، وهنن بيقولوا إنه الحية خطيرة. مدام نانديني بتمنى ما تكوني استفزيتيها كتير للحية. خلص مو مشكلة، كل الأمور منيحة هلأ وما حدا من العيلة تأذى. بس انتبهوا لأن الجو برا كتير سيء، احتمال يفوت على البيت عقارب وحيايا، لهيك ديروا بالكن على حالكن وأنا رح روح. ماشي؟ يلا بشوفكم.